روينا نايضة في السوق ديال الكريبتو موني، اسمحوا لي غبرت عليكم ما تبعتش معكم لي نيوز اللي كانوا طاريين. كيف ما قلت لكم كنت ديك المرة مسافر وجيت هضرت على سوجي واحد اخر، مي دابا غادي نحاولوا نهضروا على كل شيء ونشوفوا الاسباب ديال الانهيار الثاني اللي وقع في الكريبتو موني. بطبيعة الحال غير من على حسب داكشي اللي كنعرف، تقدر نتوما تكونوا عارفين شي حوايج اخرين اكثر مني. جيسبر تخليهم لنا في لي كومونتير، تقولوا زعما الاسباب اللي نتوما عارفين على وديت هاد لو بوتي كراش اللي وقع في الكريبتو موني، ونحاولوا زعما هكا نبارطاجيو المعلومات اللي بيناتنا. انا بالنسبه لي داكشي اللي عارف عندي دو ريزون، جوج ديال الاسباب اللي متعلقين بجوج ديال البلدان، تشاينا واليونايتد ستيتس امريكان وشينوا. هادو خرجوا بشي تقارير اللي خلاو الناس يزيدوا يرتبكوا ويخرجوا من لي بوزيسيون ديالهم، ساشون كو كنا فواحد التحسن شي شويه صغير في الكريبتو، وعاود خرجوا هاد الاخبار هادو وزادوا هرسونا. ولكن قبل ما ندخلوا بالديتاي خاصكم تعرفوا بالنسبه لداكشي اللي خرجت به لاشين، ماشي اول مره دارتو، كانت في 2017 اللي عقلتو، كانت خدات نفس القرار وكانوا هبطوا لي كريبتو موني. كيف ما كتشوفوا من بعد داك القرار لي كريبتو السوق كامل زاد طلع. ومن مورا هاد الخبرين هادو اللي هنهضروا عليهم ان شاء الله غادي نشوفوا ميم طون في الجرافيك كي كريبتو موني ماشي كاملين بحال ديك المره، لان فريمون تياخذوا لي بزاف ديال الوقت باش نوريكم. دونك غنشوفوا اللي مهمين بزاف واللي خدامين في الاختام فيهم انا شخصيا، ونقول لكم زعما الراي الشخصي ديالي اشنو درت، واش مازال مكيبي لي بوزيسيون ديالي او لا، هنبيع ولا شنو غادي ندير، ولا غنحاول انفيستي في شي سوق اللي فيه زعما امان اكثر ولي ما فيش هاد لا فولاجيليتي اللي كتير. يعني اي خبر تاثر على السوق، ساشون كو زعما نورمالمون الكريبتو ما خصهاش تاثر بهاد الاخبار هادي، لانها كنقولوا زعما كتسمى عمله غير مركزيه، يعني ما تبعاش لشي حاجه او لشي ايطا ولا شي فونكسيونمون بريسي، يعني بوحدها فهمتوني بغيت نقصد. مي فوالا المشكل الوحيد اللي كيرجع هو النفسيه ديال داك السيد اللي شاري او ديك لا بيرسون اللي شاريه داك الكريبتو. يعني اون فوا كتسمع دوك الاخبار كتاثر بحالنا كاملين، بحال نتوما بحالي انا كتاثر وكتخاف وكتاخذ كتخرج في اقل اضرار، وكاين اللي تيقدر يهولدي. قولوا لي نتوما شنو درتو، يعني واش راكم مازال مهولدين، واش خرجتو بدلتو؟ لاحظت واحد البلان سيكو اليو اس دي تي، ديك العمله المستقره اللي تابعه الدولار تقريبا، عندها نفس القيمه ديال الدولار، طلعت في الماركت كاب. كنقول ما على حسب داكشي اللي فكرت، نقول بالنسبه للناس خرجوا وقيل لهم دوك الكريبتو موني وحولوهم يو اس دي تي وخلاوهم تما، اون اتوندو يشوفوا شي واش يشوفوا شي اونتري اخرى، زعما شي بلاصه اخرى ديال الشراء، اولا يتسناو هاد الوقيته الهبوط التالي ويطلع عاوتاني داك البول ران. ما عرفتش مي لاحظت هاد القضيه هادي طلعت في الماركت كاب ديالها، غتشوفوها واقيلا راه هي كلاسي لا ثروزيام. دونك خلي لي راي ديالكم في لي كومونتير، اي بيان سور ما نساش نشكر الراعي الرسمي ديال هذه القناه هذه اللي هو لو جوب اي اللي كيعطيكم توصيات مجانيه في السوق ديال الاسهم الامريكيه، وكيدير لكم حصص تعليميه في مجال ديال التداول في نيمبورت كيل مارشي كل سيمانه فابور. ودايوغ اليوم كاينه حصه هذا الحد هذه مع 8 ديال الليل، جيسبر نحط لكم الفيديو قبل وتقدوا تدخلوا في اللايف ان شاء الله. دونك دابا ندوزوا للتحليل ديالنا. بالنسبه للخبر الاول، قال لك السيدي بغاو يقطعوا بغاو يحبسوا لو ميناج، يعني هو الماينين ديال البيتكوين. عرفتي لا ريزون فريمون زعما فريمون لا علاقه، تقراوها غتموتوا بالضحك. انا ميم طون نخليكم لي سورس مي كنلقى هادشي. ها هو لو تيتغ، لا شين فو ستوبي لو ميناج دو بيتكوين. الوغ انا قريت لارتيكل كامل، قال لك السيدي علاش، باسكو تي كونسومي الضو بزاف. قال لك الميناج ديال البيتكوين اللي كاين في لا شين تي كونسومي الضو اكثر من الدنمارك، يعني الدنمارك كامل الجميع انه الناس كاملين كيكونسومي الضو ديالو ما تيوصلوش للميناج اللي كيدير في لاشين بالنسبه لا كونسوماسيون ديال الالكتريسيتي ديالو. دونك ايماجيني هذه هي لا ريزون الاولى. وثاني حاجه علاش باغيين يحبسوا التعامل مع بابلي كريبتو موني، باسكو خايفين من اون فويت، يعني مثلا يخرج اون غروس سوم دارجون و طيح لا فالور ديال الين. سي بور سا نقول لكم اي حاجه كي ني با كونترولي من لي زيتا تيخافوا منها وتيبغيو يحيدوا عليهم. غادي نرجعوا لا ميم شوز بالنسبه للامريكان، تقريبا لا ميم شوز بالنسبه لي زيتا جوني، خايفين من دوسكي ايفاسيون فيسكال.
وحاجه اخرى قال لك بغاو يخرجوا واحد القانون اللي مازال ما كاين للتقنين ديال الكريبتو موني. البروبليم سكو دابا ممكن تخلص الضريبه على في كاع البلدان على الكريبتو موني الا حولتيهم للفلوس، يعني حولتيهم مثلا الاورو ولا الدولار او الدرهم او اللي كان. مي طونك هما مثلا مازال انت مهولديهم في الوالد ديالكم مثلا هما على شكل كوينز، ما يمكنش يفرضوا عليك شي ضريبه. ودابا تيحاولوا يخرجوا شي قانون اللي غادي يخليك تخلص الضريبه على لي كريبتو اللي انت مهولديهم، واللي كتجيني ماشي لوجيك. لان ممكن مثلا حنا حاليا نقدروا مثلا يجي يقول لك خلص الضريبه على لي كريبتو اللي انت شادهم، وانت اصلا خاسر فيهم. يعني غتخسر من الناحيه ديال لي كريبتو اللي هزهم، اي من الناحيه ديال الضريبه ما كتجيني زعما اتس نوت فير. مي هادشي ما كنظنش غادي يكون يعني في المستقبل القريب، يقدر يجي من بعد. لان كيشوفوا كو ضايق، قريت واحد الارتيكل غير ديغنيغمون على المغرب، ديغنيغمون شافوا شحال من واحد مشى شرا الكريبتو وشحال من كونت تحل في واحد لا بلاتفورم، لقاو 8 المليون ديال الدرهم كلها مشات غير فلاشات ديال الكريبتو موني. سي بوغ سا الناس يحاولوا دابا كلش كاع لي زيتا كيف ما قلت لكم تيحاولوا يقنوا هادشي، ويحاولوا يعرفوا الفلوس فين كتمشي ويستافدوا من الضرائب بيان سور. الا كانوا الارباح غير هو مازال نخلصوا الضريبه على الربح اوكي، مي تخلص انت غير مهولدي وخاسر، هذيك هي اللي خايبه. مي بيان سور هادشي دابا غير هضره، مي هو اللي اثر على السوق علاش طاح في هاد لا ديغنيغ لي دو ديرنيغ سومان. هادو هما الاخبار اللي صراحه اللي كانوا خرجوا زادوا اثروا على المارشي، هادشي اللي كان ناقصنا. دابا غادي ندوزو ليكرون وغادي نحاولوا نشوفوا لانليز تكنيك ديال كيلكو كريبتو موني اللي كبار بحال الشكل ديال البي تي سي. خاصني غير نبقى نانليزيو لي كريبتو الصغار، باسكو غندير لكم واحد الملاحظه وغادي تشوفوا كو دابا كلشي تقريبا عنده لو ميم غرافيك ديال البيتكوين. اون اوتر رمارك، دوتش كوين اللي فريمون دهشرني، لان من الناحيه ديال كوتي ستابيليتي ديالو راه كاع تقريبا مثلا كاع تقريبا لي كونز الكبار راه نزلوا بموان 50% موان 60% ايتترا. مي هو واخا نزل ديك النزله راه بقى ستاب في واحد لو بوان اللي هو ديال 0.25 مهم اورو او الدولار، ما عرفتش شحال غادي يكون. اي ما نزلش عليها، بقى فريمون ستاب في ديك في ديك في ديك في ديك البلاصه. هادشي اللي زاد شجعني انا باش نهولديه صراحه، لان بوغ اون كريبتو اللي ما عندهاش شي مستقبل، ما عندهاش شي بروجي غير وتبقى سطاول بحال هكاك والناس بقاو مولتين، سي كوميم ما اتس ا جود نيوز. قبل ما نسالي ندوزو ليكخون، واحد الجود نيوز اللي مخليني زعما انا متفائل في هاد الكوتي هذا، سي كو ديغنيغمون فيغ لو سيمانه الاولى ديال ماي كانت جولدمان ساكس، واحد لابونك اللي معروفه في امريكان، خرجت بواحد واحد القرار، سي كو قررت دير ان فون سبيكولاتيف في لي كريبتو. يعني غتوفري لي كليون ديالها دي فون اللي يقدروا ينفيستيو فيهم ديال لي كريبتو موني. اي جو بونس با ان اون بانك غتكون اسي كون قد جولدمان ساكس باش دير هاد لو فون هذا، كون ما كانش فريمون تايقه في لي كريبتو موني يعرف كو عندهم مستقبل ان افنيغ كبير في لو مارشي فينونسي. دابا ندوزو ليكرون ما نطولش عليكم. اوكي ويلكم باك جايز، اللي غنحلهم اليوم عندكم بيتكوين، دوج، ليتاريوم اي زي تي اكس. شوف ما تيهمش شنو غادي نشوفوا اليوم، لان كاع الكريبتو هابطين اي السبب راه باين علاش. دونك راني تكنيك تكون لا ميم شوز بالنسبه لكل حاجه، وانا غنثبتها لكم اليوم في الجرافيك. حاجه اخرى، طونك انا غنقولها لكم وديما تنعاود نقولها لكم، طونك البيتكوين هابط لي كريبتو كاملين غادي يهبطوا. البيتكوين داير بحال مهو فهمتيني، ودوك لي زايد كوين انا شوف هذا التحليل ديالي البسيط فهمتيني، انا ماشي تنبقى هادشي تحليل بسيط عندي يعني فوالا خدو كيف ما بغيتي، مي انا هكا تنمشي نشوف الامور. بيتكوين داير بحال الام ولا الاب ديال لي كريبتو موني، وهادوك وليداتها. اون فوا تيهبط البيتكوين كلشي تيهبط، ودايما كتلاحظها في جميع الحالات، سير قلب في جميع الحالات غتلقى اون فوا تيهبط كلشي تيهبط، اون فوا تيطلع كلشي تيعاود يطلع. من غير في كيلكو ملي كتكون تيكونوا دي نيوز يعني في داكشي فوندامونتال، يعني مثلا ناخذ جو سي با ان اكزومبل، مثلا دوتش كيهضر عليه ايلون ماسك كيتفرقع، دونك ما عندوش علاقه مع البيتكوين، كيطلع هو البيتكوين ما كيطلعش. يعني حاليا دابا منين لا كريبتو مير وقع لها مشكل مع دي زيتالي كبار بحال اليو اس وتشاينا، دونك كلشي تيتبعها. الوغ دونك دابا كنشوفوا لو بيتكوين اللي غنبداو به هو الاول، لو ديرني بوان اللي وصل له في هاد لا سيمين هادي او لا، المهم وي في هاد العشريه من الاخرى، هو هنايا تقريبا في لي 31000 29000. دونك غادي نجي ونديروا واحد الريزيستونس هنايا
اللي كتمثلنا هذيك اخر نقطه يعني او كا او هبط غادي يمشي يقلب على هذه النقطه هذه هذا سوبور دو باردون قلت ريزيستونس سوبور هنايا عندنا غادي نقلبوا على الريزيستونس ديالنا دونك طلعت هنايا كاين واحد ارتداد في هاد النقط هادو وكاين هنايا اوكي وكاين هنايا دونك نقدروا نجيو نرسبوه بحال هكا اوكي دونك هنايا هذا هو النيكست بوينت اللي يقدر يمشي له يقلب عليه ان شاء الله هادو لي سوبور ولا ريزيستونس ماجور غادي نشوفوا لي مينور عندك واحد هنايا اوكي ها هو هنايا في هاد الجهه اي عندك واحد في هاد الجهه هنايا اوكي او قيس هنا 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 انا اخترقوها هو عاود حبس فيه عندك دوت هنايا ما سي با تري بريسي مي بون حنا غير باش نسرو كيفاش غادي يمشي وعندك واحد صغيور هنايا اوكي سي بارفي عندك واحد اخر حتى واحد هنايا فوالا اوكي دونك هنا شنو كيبان لكم شنو كيبان لي ديجا كتشوف الفوليوم شو كيفاش هابط دونك ما كاينش ليكيديتي في المارشي كاع يعني ما كاينش اللي غيحرك لنا السوق شتي القضيه ناشفه تحمل قليل اللي كيدخل الوغ هنايا في الكور تيرم نقدر نقول لكم بتي طاشي يمشي يقلب على هاد لو بوان هنايا يعني فيغ لي 36000 37000 يقدر يطلع هنايا نديرو ام تي فلاش باش نشوفوها اوكي هادشي اللي نقدر نقول حاليا فوالا بالنسبه للون تيرم راناكم عارفين هولد 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 اند هولد الوغ غادي نشوفوا داك الاختلاف اللي ماشي الاختلاف مي قلت لكم التشابه اللي غيكون في كاع لي غرافيك دونك شوف معايا انا كيفاش داير لاحظتوا انا نزوم شويه ما كاينش اختلاف نفس الحاجه لاحظتوا نفس الحاجه نعاودو نرجعو مع الدوت نشوفو الدوت شويه تقرا انتما شوف نفس الحاله تقريبا نمشيو لزد اكس هذا عزيز عليا انا بزاف راكم عارفين انتما شوف انا غنمشي للبيتكوين شتي نزوم هنايا شتو لا ميم شوز وكلهم كلهم تقريبا دابا تحت ريزيستونس تحت ديك ريزيستونس اللي رسمنا قبيلات في البيتكوين دونك التشابه كبير بزاف اون فوا غادي البيتكوين غيديكولي كلشي غادي يطلع ان شاء الله اوكي زيد الاكس نشوفو باسكو انا فريمون عزيز عليا هذا وكنربح معاه بزاف اي دابا انا كندخلت في اخر مره دخلت هنايا فريمون تاكت عليا لواحد الدرجه دخلت هنايا في 1.30 مازال عاقل هنا هنا وشوف شحال هبط غنديرو له تحليل غابيد باش نعرفو شنو غادي يكون ان شاء الله ديرني بوان لي قاص بون انا غندير ريزيستون سوبور هنايا هادي غادي نجيو نكبروها فكرتوني ديما كتقولي صراحه ندير لكم على فيديو على تريدين فيو وكنسى الصراحه دونك انا كيبان لي كيبدا كيلعب ما بين هاد جوج مستويات بصراحه تري بون بوين داشا فريمون تري بون بوين داشا انا جاي واقف الفي واب دونك اخترق الفي واب هنايا دونك كيزيد على الطلوع والثمن ديالو فريمون طايح هذا صراحه بلان بالنسبه للناس اللي باغيين يدخلوا هنايا في الكور تيرم يفيزيو هاد لو بوين هذا ديال 97 سنت 1 دولار تقريبا ان شاء الله فوالا نحاولوا نكبروا الفريم ونشوفوا شنو داير نديروا اربعه السوايع اوكي فريمون تري تري بون بونتاج يعني حتى في الفريم ديال اربعه السوايع كاين بونتاج وي ندوزو الدويتش الوغ دوتش كوين نفس كيف ما قلت لكم نفس التحليل غادي يكون في جميع البلايص هذا اخر بلاصه وصل لها قاس هنايا ورتد قاس هنايا ورتد شوفوا الريزيستونس ديالو اللي هنايا صراحه اللي كيديتي ما فيهش بزاف دونك هنايا الناس كتلقى لي باع راه باع الفوق وهنايا الناس كتلقاهم غير مهولدين دونك ما كاينش ليكيديتي بزاف متى هو فوق الفي واب اي في يعني بلاصه مزيانه نشرى صراحه في الكور تيرم يعني ديب مزيان تشري هنايا ندوزو الاثيريوم نشوفو في 4 سوايع بعد هذا نشوف 4 سوايع شنو غيدير فوالا ارتداد وهنا نورمال خصنا نسينو عاوتاني ارتداد اخر ان شاء الله في الطلوع يمشي عاوتاني يرجع ل 50 سنت ديالو بالنسبه للايثيريوم اللي هو اللي كان فريمون طلع خيالي وصلت 4000 دولار اي تهرس ديك التهريسه خايبه نفس الاناليز دابا هادشي كله غادي يبقى يتعاود الله نفس الاناليز شتي سوبور ها بصراحه هذيك ما رسمهاش بلازون رسمها غير بالخط
هنايا خطيط، وهنايا غادي ندير اون ريزيستانس ماجور. غادي يبقى يلعب بين هاد الجوج المستويات هادو، ارتداد ارتداد. كيف ما كتلاحظوا نفس الحاجة، هنايا كاين واحد سوبور مينور كيجي كيتعاود ارتداد 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 ارتداد، هنايا ارتداد ان شاء الله، ويعاود يزيد يطلع فوق الفيواب. دونك نورمالمون لوبجيكتيف الماجي غادي يكون ان شاء الله هنايا 2300. دونك هو راه في 2000 دابا تقريبا 1980. دونك لوبجيكتيف الماجي غادي يكون في 2300 دولار ان شاء الله. دونك هذا هو الاناليز ديال هاد السيمانه هادي. كيبقى لكم كل شيء في نفس المناطق، نفس الشكل الجرافيك، دونك ما كاينش نشوفوا كل شيء. دونك هادشي اللي بالي انا صراحه في هاد الويك هذا ولا 10 ايام الاخرين اللي دازو، هما الاسباب اللي كننزلوا السوق. غادي تسالوا سيغمون انا شنو داير. انا صراحه مازال مهولدي، مازال مهولدي، مي بدا كيدخلني شويه ديال الشك ولا كيدخلني شويه ديال الخوف. مي فوالا، مازال كنامن بالاستراتيجيه ديالي. تنقول مازال كنقول دوك الفلوس اللي حطيت قادر نضيعهم، واخا غادي يبقاو فيا بيان سور، ماشي ما غيبقاوش فيا، مي ما غيبقاليش مشكل زعما الا خسرتهم. غادي نتحمل ديك الخساره. هذا هو السؤال اللي خاصك تحط في راسك، واش غادي تقدر تحمل ديك الخساره الا مشى حتى المارشي زاد هبط. لان هاد بعد تقريبا جوج سيمانات تنقول لكم راه نورمالمون راه في زون ديال الباي، وكيزيدوا يكملوا علينا لي نيوز وكيزيدوا يفرعونا، باسكو تخدموا بلانيز تكنيك حنايا كما كتشوفوا دائما. دونك الا مشى تعاود هبط دابا غادي تكون كارثه. شخصيا راني في موان 50% في البورتفوي ديالي، ناقص 5%، يعني داكشي باش داخل راه تقسم على جوج. مي تنقول وتنفكر ملي نرجع داكشي للبوان ديالو، بوان ديبار، غادي نقص جو بونس من الواليت، يعني داك الفلوس كامل اللي داخل بيها غنقص منها تقريبا واحد النص، ونعاود انفيسيون في لي زاكسيون. لان بالنسبه لي المارشي ديال لي زاكسيون تيبقى كوميم تيكون سميتو زعما البورتفوي ديالي سوا اون بينيفيس سوا تا هبط، كتلقى عندي واحد موان 5% موان 6% الى طرت. يعني تا كوتي مونتال، يعني كوتي بسيشيك، ما كنكونش متاثر بزاف الصراحه، ما تيلعبش عليا. يعني بوغ مو صراحه المارشي ديال ستوكس الكلاسي هو الاول، عادي يجي موراه لي كريبتو. لي كريبتو سي بلوس صراحه، اللي بغى داكشي مارشي فولاتي، اللي بغى يبقى يتردي في الكوخ تيرم صراحه مزيان. مي فوالا، نقدر نهضر لكم فيديو المجال اللي بغيتو، نهضر لكم على لي ميور مارشي في الانفستيسمون، ونوريكم اكثر على المارشي ديال لي زاكسيون كيفاش تانفيستي فيه، كيفاش تاناليزي فيه. نديرو بحال هاد الاناليز، شنو بالكم تبغيو نديروها في ستوك ماركت؟ اذا كنتم موافقين قولوا لي في الكومونتير، شجعوني او ماكسيموم. اي نديروها حتى هي، علاش لا، فيديو هكا في السيمانه ديال الكريبتو وفيديو ديال ستوك ماركت. فريمون صراحه بلان، ما تنساوش بالنسبه للتوصيات، راني قلت لكم اي راه كيفورنيكم توصيات مجانيه واعرين في داك الدومين. دونك كنظن هادشي اللي كاين بوغ هاد لا سيمين هادي. نشوفو ان شاء الله في لاسمين بروشين. كان عندكم دي هكا اقتراحات دي سوجيسيون على الفيديو الماجي، خليهم لي في لي كومونتير كوم دابيتود. لي لاكس الدراري هما اللي كيشجعوني باش نعطيكم معلومات جداد كل سيمانه ان شاء الله. بفضل التشجيعات ديالكم انتم كتشوفوا، راه وليت كندير كاع جوج فيديوهات في السيمانه، راه كنت كندير وحده وكنعكز عليها. مي صراحه والله الا عجبني دابا التشجيعات ديالكم، انتم كتلاحظوا الفرق. تبعوني في انستغرام باش تشوفوا داكشي حصريا، الا كانت شي نيوز حصريه غنحطها لكم في انستغرام. هذا ما كان، نتشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.